ngela kano jere ya mentiling tadamul najam bari nak menketa mamu jara bekay sawane mbafole ko ya itandi tadamul la le ko ilafta tadamul la bari idara fanam bay itandi le la le ko idara ya kalam tele ko ilafta tadamul la insha Allah الله أكبر الله أكبر بارك الله فيك. أبارك بارك يا أستاذ فادي. أكرم فضلهم فسبحانه من إله تعالى النذير وتقدس عن وذير فقدر فهدى وأغنى الرحمن على العرش استوى يعلم خائنة الأعين وما يخفي الضمير Oh.
بارك الله فيك يا الذي حركته وسكناته او حركاته وسكناته كلها تكون خدمه الدفعه ونحن معه في مكتب واحد انا والحسن لكن حركاته لا يكفى علينا جميعا وهو لولاه لما تقدمت هذه الدفعه ولما قامت هذه الدفعه على ساقيها ونشكره شكرا جزيلا ونقول له بارك الله فيك والله في الحقيقه من اليوم حزنا بمفارقته ونقول له بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل الخير فلتتفضل ما عندك من القصيده او من المقالات وجزاكم الله عنا كل الخير يا ابراهيم بايو بارك فيك الحمد لله رب العالمين حمدا تنير دون طرفا وطرفة ويا الدنيا عالي دنيا خذوا الجنان فاجران أناس فصاحة وقد بطبت بهم وأصبات المجتمعية خوزا وجاء لفظ المخلوقات مصيبة منها من تعظى بالبكائم ومنها من تتوهى وبنى السماوات على الشعور عن تقدير تفرع النظر ومرج الارض مبسوطا تحمل تكليل فتلا تكليلنا ثم تسلي على من شيء الكراكره لما تسيل الحراره وعفاف هنا محمد وسيد البهائي الكره وصلى الله عليه وعلى اله واول من يبرز امامه جلال الرحمن من اذل البشر صلى الله عليه وسلم ايها الدغام الاعزاء اسلمكم سلام التملي الصحابه لما تغرب الى قول ممشوطه في جوف السماء اربع مشوشوا اليكم وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعاده مدير تفقه الدوله ومقام نقي ريشا ولداه وسعاده نائب المدير بابا هو بمثابه بابا تلقينا قيمة وحضر وقال الله عمارك وشعر الشؤون وهو دكتور المركز والشيخ والضين إن الضين لكن هم اللبن والضورة وجسس وعطار وصره وفرفر وقشار في إلا شدة والجدل وهي شيخ أثمان جور وشعر الأمير مكتب النجاد وهو عزمهم ضيفة وعربي نقاهي الفجب لا نسبة العربي فأصبع بل تصبح العربي ناعشي وبعدها وهكما فعل وسعادة النائب النظر نذر وشيء الشعراء والدقامة الدقامة والفقام الهجة واللغة فهو كبير سيد ولا أنسى من وش ولا أنسى من هو الشجرة على ظلها وفي المطر على قدرتها ونهر المصير وهو في المركز كالرجلين القرن نيمار وحيدة وقائدها مور سياسي دوري أن ألفلف بقولي وأغير بالمكان دوري أن ألفلف بقولي وأغير باللفظ وصيف المدارس مدارس هي إمبراطورية المدارس بالإتقاء فهي كوكب في النهر يوم بعد يوم ذلك ما دخلها كثرة تخرج ربيها فسابقها تهليك النفس لأن إشاءتها رهدة وتمهلها ربيها ووقفها نشيمها بعد الثانية بالرزق لو وصفها من أصناف الخلق تراها في كوكب حال منا لو قلت له الرجع فهو شرمومي وإن قلت له بعيرة فهو شوشان تقول العربي إن أفضل الأشياء عيلاها ذلك ما نحن على قمة دوما لأن التدام هي جناح المدارس لذلك الرسم ما كنا مشوا وإن مشينا وإن مشينا وقفوا ألا ترون أيها الأرمرم والكرماء أرمرم والكرماء استمعون أيها الدهوة المستمعون نحن وكشرنا امتلاك الأمناد أماد الدولة المستملة عندنا اتجاه لهم فردا فردا نحن امتلاك الرئيس اهتزاز الإسلام هنا على المعروف لا يرام ونحن امتلاك الرئيس ناقلين اللغة العربية فصحى على من كبافاتي وعند امير المرفرفين من بين عباس وجده ومن بين الفود والنظم
فهو عثمان جون. وإننا الرئيس المدرسين جادة وحفظ الوقت إن تدريج. فهو شريف تامل وفينا عمير أهل السنة والجماعة ومبئد عن البنات فهو عثمان فريرة. وإننا إمام الكتاب المنبوري وفينا نشر مظلمون مظلمون عن الظالمين مرشيناتي ماي بوس. وإننا العزيز المستلقين أمن عزيز المستلقين وعندنا عزيز المستلقين في النفس المهمة ترغيب الطلاب وتحريصه وتوجيهه إلى ما هو مستقبل هما عزيز أحمد مبكر وكبير وكبيرنا أبو بكر جمع وكذلك بابا فابراما تشرفاته وخبرته كالرئيس دولة تماما وكذلك عبد الله فهو عمير لا تشرك بل قاضي والداني بما فيها من حفظ الأمانة عبارك يا تمرا. قولوا على أثر القول قولوا على أثر القول السلام دولة المستقلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ما طلع البدر وما طفل والحمد لله ما دامت الأجيال في التعليم والصلاة والسلام على خير من فارق الأنام في الديار. أيها الحفل الكرام أساتذة الأجلاء وزملاء الأمجاد إنها لمقالة يصعب التعبير عنها في مثل هذه اليوم يوم العبوس القمطريرة لما فوجئنا بخبر رهيب التي يثقل النطق به على اللسان وهي الفراق. الفراق نار ليس لها حدود لا يشعر بها إلا من اكتوى بنارها. كم هو مؤلم أن أشتاق إليكم ولا أكون معكم. كم هو مؤلم أن أبتعد إليكم ولا أراكم. يا ليت الزمان يعود واللقاء يبقى إلى الأبد ولكن مهما لبثنا من سنين ستبقى الذكريات قاموسا ونقوشا تتردد عليه لمسات الوداع والفراق. اجعلوا وداعكم لوءة من المشاعر وسيموت الفنانون برسمها ولا يستطيعون. ما أصعب أن تبكى بلا دموع ما أصعب أن تشعر بديك كأن المكان يليق بك بعد الفراق أو كديك الأرض على الثلاثة الذين خلفوا يوم التبوك. احترقت القلوب وضعفت النشاطات فسألت الغرباء عن الأسباب فقلت لهم لا تعجبوا بالأهوال ونحن اليوم في الأهوال. فقد كنا معا دائما نتقاسم الأفراح والأحزان وكنا نحاول أن تكون هذه اللحظات طويلة وكنا نحاول أن نحقق السعادة وحبا دائمين ولكن لم يخطر ببال ولكن لم يخطر ببالنا أن اللقاء لا يدوم وأننا نودع هذه المدرسة التي فيها ينابيع العلوم تفيض ومنابع الثقافات تنفجر ولكن قدرنا كان أن نلتقي وقدرنا كان أن نفترق. وبعد أيها الحضور الكرام قتلت قتئية ليس بقصيدة لمدح الرئيسات وقلت في تيسيرها هي الأميرة بين الناس في الفصل بالعلم والجهد لا باللعب واللغو. يا جيتنا القوم يا جيتي رئيستنا جزاك ربي في علم وفي كرم. كذاك بنت ودابو ثم عائشة
عائشة كنا النجوم بين الناس كلهم. مامو وسارة وتيدا هن ذو أدب هن الشموش بين العرب والعجم. يا عينة الفصل يا صاحو سميتنا أنت الأميرة دون الناس في الأدب. أختكم في الله مريم مرجاني المتشائر بارك الله يا مريم مرجاني خالق الأشياء ومنزل القرآن وجامع الأحباب من آفاق البلدان ومشتت العشاق بعد الوحدان. ثم الصلاة والسلام على أفضل الإنسان وقاعد أمة السلام إلى الجنان محمد من كان له الثقلان ليرشدهم إلى بداية الإيمان وعلى أصحابه ذوي الرشاد والبرهان. من كنف عند لين بيضاء يرفرف فوق جنة الخضراء إلى الأصحاب الصمحاء تحية تضم في طيها السلام وتضمن في لجتها الإكرام وتهب ريح الغرام والهيام قائلة لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكواكب الساري والشموس عباد البالي وبعد التهية الودية الخالدة الجنوية فطيرتني البهجة إلى عنان السماء ورماني الهدن في وشة الصحراء فبجحت لتكملة الثانوية وهزمت بمفارقة الأهبة. أولا أتقدم بالشكر الجزيل وعرفان الجميل وأعطيهما تقديرا باهرا ينفع مسكا وعنبرا لمصابيح الدجى وأعلى مرتقى. من هم هؤلاء؟ هم أساتذة الأوفياء الصناديد الأجلاء العيالين رسلها. لكنني خفت لجلالة قدرهم وعلوم شعبهم وسوف أحاول قدر طاقتي وقيمة عباراتي لأبغض عليهم حتى تذل قلوبهم. نعم نلنا منهم كلمة طيبة وبسمة جميلة وما بطلوا جهلا في تعليمنا وما مللوا في نصحنا وتوجيهنا وكانوا لنا نبعا صافيا طالما شربنا منه روينا وكجزوة متوقدة لتوضح لنا فلكم الشكر ما قط قدمي وعبر ولكم التقدير ما صح مسك وعنبر ولكم الثناء ما صلى المصلي وكبر ولكم الاحترام ما نسم مسك وعطر ولكم الحب ما أفيه عطر وعنبر فلكم ما غاب عنا الشمس وانبرى ثم الفراق الذي دق بابي قبل عدة دقائق فطلعت عليه حزينا وتساقطت دموعي وتسابقت كلماتي فقلت له كم جماعة به تشتتت وكم عيون به دربت وكم قلوب به تقطعت فقال لي وين أحبابك العشاق والأقوام الرفاق المعروفون بالجد والرفاق والتواضع وحسن الأخلاق. فها قد حان وقت التشتت وفراق وتباعد دون التهاق فقلت له كيف التشتت بين الأحباب العشاق وهم بالصدق تعارفوا وفي ميدان العلم تعاطفوا وفي المركز تعلموا وتكاتفوا. إذا إخوتي إن تفرقت الأبدان فعلى القلوب أن تتهاتف. وإلى هنا أختم كلمتي وأصبر عباراتي لأن دموعي كاد أن يتراجع.
الطاقة. معكم الطالبة سارة أبا جمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وصلى، وما اهتدى قلب وانشرى، وما عم فينا سرور وبرى. الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية، وجعل التجمع والتفرق من شيم الحياة التي نعيشها، وجعل مركبنا قلعة علم ومعرفة. ثم الصلاة والسلام على من جاء بالهدى بعدما أما الدنيا بالضلال والفساد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله يسري ما أقيمت، صلاة من عباد خاشعين، وما جاد بماء المدن سحب سقى الأشجار والزرع دفينا. سلام عاتر وله عريج من الأعماق يعبق يا سمينا. السلام الله نهديها إليكم مع الإشفاق ممجودا هنينا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأيها السادة والسيدات النبلاء، في مثل هذا اليوم تفيد المشاعر ويتحرك الوجدان وتشهد القرائح وتتكثر الأقلام وينبجز مدادها البهري عاجزة أن تشتير مضامين القلوب. إنه لشرف عظيم أن أقف أمامكم اليوم أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي وزملائي الخريجين، لأتشرف بإلقاء هذه المقالة الودعية هاملة في طياتها باكات الشكر الوافي الجميل لهذا المركز العريق وأعداء هيئتي الأكاديمية والإدارية، مركز التضامن الإسلامي. هذا المركز الذي أسس على الخير والتقوى والأصالة والحداثة ليكون غرسا طيبا أصله ثابت وفرعه في السماء، يفتح بابه على مصراعيه لكل طالب علم ومعرفة في العالم كله، في جو من الاعتدال والحوار الإيجابي البناء. هذا المركز الذي يحمي جلة من المشائخ الفضلاء الذين يتفانون ليلا ونهارا في تربية أجيال تلو الأجيال، ليغرسوا فيهم بذور العلم والمعرفة، رافعين بذلك شعار ديننا الحنيفة، قائمين على الوسطية المعتدلة التي تضاد كل التطرف من جميع أشكاله. فإننا اليوم نستذكر هلمنا الجميل الذي حققه لنا مركز التضامن الإسلامي بشهادات علمية سنوية فاخرة وذكريات تربوية لا تنسى وبيئة تعليمية لا تنسى ومكان جميل يسكن في النفس والروح ينتابنا الفرح والسرور لا متناهي. في نفس وقته في ختام هذه المرحلة التي تعد بداية في مسيرتنا العلمي ومشوار دراستنا التعليمي، وفي وقت نفسه تكتنفنا هموم وأحزان من لوعة الفراق، فراق هذا المركز الذي ضحى بالغالي والنبيل من أجل تربيتنا وتعليمنا وكان لنا أبا أتوفا وأما حنونا طيلة وجودنا فيه. نفارقه اليوم ونحن نترك قلوبنا معلقة بجداره، نحمل حبه الأبدي في قلبنا إلى الآفاق. ونحن نحمل حبه الأبدي في قلوبنا إلى الآفاق
نفارقه ونحن نحمل رسالته الوسطية إلى العالم. لقد أهناك سنوات طويلة يا مرثد، نداء كنت وما زلت من هالة تبقي كمن لا يخشى الفقر والعوز. منك يتعلم الجود والسخاء، لا الغيث يدحيك إن سال أو هتل أو جاد بمائه الحفلان والديم. أنت منبع الكرم، أنت منبع الكرم الذي لا يصيبه الغور والندوب. شكرا لك يا مركز، شكرا لك يا مركز، شكرا لكل من علمنا حرفا، شكرا لكل من سعى من أجل تربيتنا وتعليمنا وتدبير مهاراتنا. شكرا شكرا، والسلام على من استمع الشكرا. معكم الطالب أبو بكر فولي سيسي البلدي البسنتي الأصلي. السيد الأمير كونتي، ثم بعد ذلك نتكلم بالمحلي إن شاء الله. Nal be konton al token do nal konton di mal al barim mal ko al beta non na nyamin al Hussein al Amin Konte a isinadum anashido kono insha Allah momo ya long ila hijabu anyante male ndunga nyanda ka kele ngaji ke jangnda ka fala bi insha Allah la tamna'u nisa mbati nga faale fulo jandin dige kapile apileta may koto ban aninta fo nga be kili la tamna'un nisaa anil hijab innal hijaba lilbanati wajibun fa hal ko dige ngata salil hijab innal hijab lil banati wajibun fa hal lahu min mari'in ya qawmana innal adhab liman yaqulu hajibun innal adhab Man sola arjana senafa
master, Allah's which you will guide you through. Truth shall prevail, batil will do. Do not let go, do it better. Keep your iman, learn not wither. Hijab is your identity, your quality for eternity, your free ticket to jannati. La tamna'u nisa'a al-hijab, inna al-hijab lil-banati wajibun, fahal lahu mimma li'in ya qawmana, inna al-azab liman yaqul hajibun, inna al-azab. أشهد أن